هل نحن أمام تنازل إيراني عن الشروط التي وضعتها على الولايات المتحدة وهي تريد من ينزلها عن الشجرة؟ إيران هي من بدأت بالاشتراط. حقيقة يجب أن أوضح هذه النقطة. يعني الملف النووي يعني والمشكلة المشكلة الأزمة النووية يعني الناشبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الحقيقة يعني هناك عوامل خارجية كثيرة تؤثر على هذه المشكلة. يعني هذه المشكلة لو سارت في مسارها الطبيعي وهي من اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هناك مفتشون جاءوا إلى إيران وهم متواجدون في إيران، وخلافا لما تفضل به الضيف يعني نحن لم نطرد المفتشين، يعني حتى هذه الإجراءات الأخيرة الإيرانية أيضا ليست ولكن أنتم أعلنتم عدم التزامكم بالاتفاق وخصبتم اليورانيوم إلى نسبة تزيد عن 20%، المسموح 3.67% دكتور مصدق. صحيح لا نعم هذا الشيء كان متفقا عليه اذا كان الاتفاق يعني يسير في طريقه الطبيعي، يعني كل شيء عاد الى ما قبل الاتفاق لانهم لم يؤدوا التزاماتهم وايران ادت التزاماتها، وبالتالي كانت هناك بعض الالتزامات ايران قبلت بها طوعيا وهي انسحبت من هذه الالتزامات، ولكن المفتشين اليوم متواجدين في ايران، الكاميرات تعمل على مدار الساعه من دون شك، و بإمكانهم أن يفتشوا وهم فتشوا في كل مكان، ولا أعتقد أن هناك دولة على الكرة الأرضية أكثر من إيران يعني في معرض تفتيش صارم من قبل المفتشين. يعني إيران لم تطرد هؤلاء وإنما فقط في حيز الإجراءات الطوعية التي انسحبت عنها بسبب لأنها أرادت أن تبدي حسن نوايا أكثر، ولكن عندما قوبلت هذه النية الحسنة بجفاء من قبل الجانب المقابل وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين أيضا لم يؤدوا التزاماتهم إيران، وبالتالي انسحبت إيران. يعني أريد أن أقول أولا هناك عوامل خارجية تؤثر على مسار هذا الاتفاق، وأيضا في داخل إيران أنا أعترف حتى في داخل إيران ربما الاعتبارات الانتخابية أيضا هناك بعض العقبات يعني تواجه هذا الاتفاق. نحن نسمع يعني صوتين في داخل إيران، هناك الصوت يطالب بايدن بالإسراع وصوت وزير الخارجية بالإسراع، وهناك صوت يقول نحن لسنا مصرين ولا مستعجلين لكي تعود أمريكا إلى هذا الاتفاق لأن لدينا أيضا انتخابات، وبالتالي ربما هذا الموضوع أيضا اعتبارات سياسية اعتبارات انتخابية تؤثر. حتى بايدن هو معرض إلى ضغوط كثيرة حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية كما أشار الضيف من قبل إسرائيل أيضا ومن قبل القوى الإقليمية ولديها حلفاء، ولكن أنا أعتقد يعني أفضل طريق لكي يضمن يعني أمن هؤلاء الحلفاء هو عدم تعريضهم الى الخطر. يعني انتم لاحظتم يعني ولكن دكتور مصدق دكتور يعني ياخذ يقود اسرائيل الى الداهيه. نعم دكتور نعم. مصدق اذا سمحت لي بهذا السؤال، ما حجم الطموح الايراني بان تؤدي الوساطه الاوروبيه الى ما تريده؟ الحفاظ على الاتفاق النووي مع الدول الست ودون زياده او نقصان. أنا قلت يعني هناك عقدة ظهرت، يعني من يخطو الخطوة الأولى يعني first step من يقوم بها يعني الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وكلاهما كبرياؤهما لا يسمح بذلك، وبالتالي أوعزوا الجانب الإيراني مبادرة من إيران أيضا لصالح هذا الاتفاق، ولكنها ربما لن تكون العقدة الأكبر حتى هناك عقد أخرى لجنة التنسيق. عقد أخرى